اخت فاضله بتتكلم عن انها يعني اللي بتلبس سلسله فيها لفظ الجلاله او خاتم فيه كده هل يجوز لها انها تدخل به الى الحمام ولا لا يجوز وان البعض حرم ذلك الحقيقه ان جمهور الفقهاء على كراهه ذلك في فارق بين الحرمه والكراهه جمهور الفقهاء على كراهه ان انا اكون يعني لابسه شيء او معايا شيء في لفظ الجلاله واضح او اسم من اسماء الله او او اسم من اسماء الانبياء او ايه من ايات القران الكريم تعظيما لايات الله إن الانسان. يعني اخلع الحاجه دي اخلع الخاتم واحطه أخلع السلسله دي او احطها ودايما لو انا بحب اقعد بحاجات في البيت اقعد بحاجات اللي عشان انا بدخل وبتحرك في اماكن منها الحمام خليها بالحاجات العاديه عشان يعني يكره ذلك لو انا عملت ده مش هيحرم هي ده من باب الكراهه تنزيها لايات الله انها تبقى في اماكن يعني طبعا الحمامات اختلفت عن زمان ما زي زمان لكن الحقيقه في النهايه لو ان انسانا داخل الحمام هو يعني هو مكان لذلك فاحنا خلينا في انه لكن لو واحده جت واضطرت ومش قادره تفك السلسله اللي لابساها ولا ولا الخاتم ضيق في ايديها وداخل فبنقول الحكم كراهه الجمهور على الكراهه واستندوا في ذلك بالحديث او بما روي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي ليه خاتم، الخاتم ده مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء خلع ذلك الخاتم صلى الله عليه وسلم، الحديث يعني تكلم فيه بعض المحدثين فمش كل المحدثين قبلوا هذا الحديث، لكن الحقيقة إنه حسنه بعض أهل العلم فمن حسن هذا الحديث أخذ بحكم الكراهة ومن رأى في الحديث ضعفا أو ضعفا الحقيقة لم يعمل به وشايف أن ما فيش حاجة في هذه المسألة بس نبقى منتبهين لفكرة أنه ده مكروه ولا حرام فارق بين المكروه وبين الحرام أيتها السائلة التي سألت هذا السؤال بالأمس